السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، تابعوا ماذا قال الاعلام التونسي عن الجزائر. الموقف اللي خرج من الرئاسة الجزائرية ومن الشعب الجزائري في علاقة بالتعاطف مع الشعب المغربي بصراحة حاجة تثري صدر. تبين لي راه رغم أن السياسة قد تفرقنا وحتى كان الحدود مسكر عندها 20 سنة، القلوب معمرها بتسكر بين الشعوب العربية، أن الرئاسة الجزائرية حطت الإمكانيات الكل وفتحت الأجواء مع المغرب، تبين رانا احنا العرب حتى كان في السياسة مواقفنا بين الأنظمة راهي مختلفة، رانا وقت اللي تلز الركب رانا ما نلقاو كان بعضنا، وان شاء الله تكون هذه الفاتحه هذه ساعات راهي ضر رب ضاره النافع. انا نؤمن حتى بدبلوماسيه الازمات، معنى ان شاء الله تكون هالازمه هذه هي فاتحه خير لعوده العلاقات التونسيه الجزائريه المغربيه، خاطر في المغرب العربي راه احنا ثلاثه دول المكونين للمكون هذا، احنا تونس جزائر المغرب موريتانيا رانا شعب واحد. كل بلاصه نمشي لها في المغرب العربي نحس روحنا معناها بارتي من الشعب هذاك، ما عندناش حتى خلاف لا لغوي لا حتى عاداتنا لا تقاليدنا لا عروساتنا، ما فما مصاهره بيناتنا، فما وقف كيما هذه ما تنجم تكون كانت تبني العلاقات وتمتن العلاقات وتنحي الادران نتاع ناس حبتهم يكونوا هكاك. انا اللي جلب انتباهي مش البيان في حد ذاته، هي سرعه اصدار البيان، معناها مش ناس اللي جات قاعده تخمم اسكو نعملوه ما نعملوهش في اول ساعتين ظهر لي خرج البيان، وهذا سرعه اصدار البيان هذا يبين اللي راهم ما خموش برشا، ما خموش في المصالح، ما خموش في الصراعات، ما خموش في العرك والمعروك، خموا كان في اعانه شعب شقيق اكهو.